لكن وصلت الكورة عند أحمد رمضان بيكهام، محمد عادل عبد الرحمن، لا محمد عادل عبد الرحمن علي، رجب نبيل عبد النبي، عادل أحمد هاني، يلف الكرة العرضية تتحول لسه فرصة، بودي خلاص، جول، الهدف الأول صديق أوجولا النيجيري، قال لك أنا عندي الحل، أنا من غيري هجوم سيراميكا كليوباترا يختل، هو الحل، خلص وما رحمش، بهدوء وبثقة الكبار يحط الكرة في أجمل صورة. أدي أحمد هاني ولف العرضية اتحولت هنا مع متابعة سلبية من دابو علشان يكمل الكابتن والقائد عبد الرحمن بودي، ويحط العرضية بإتقان وتقنية عالية، شايف باصص رفع عينه ويسلم صديق أوكولا اللي بهدوء وبثقة الكبار استلم وخد الرجل على الثابتة، دخل بيمينه وسدد بشماله بعد ما عدل في البعيدة مطرقة موجهة في وقتها، أرضية كرباك، كرة توجع الشباك، والهدف الأول صديق أوكولا مع الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من المباراة، يسجل صديق أوجولا الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا، هدفه الخامس في هذا الموسم والعاشر من أهداف بيساهم فيها في هذا الموسم بالمناسبة صديق أوجولا. شريف دابو وزياد طارق، زي ما قلت شريف دابو خرج وزياد طارق هو اللي خد دور شريف دابو، ومحمد العطار زي ما قلته كان عنده انذار خرج ونزل مكانه أحمد سيد غريب، دول التغييرتين اللي في تشكيلة الداخلية زي ما قلت بالظبط، لأنه طبيعي ومنطقي لما لاعب ينزل. جول 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 يا ولد يا ولد يا ولد، حرفيا صاروخ مطرقة موجهة في وقتها، كرة بشماله كرباك، كرة توجع الشباك، والهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا، هو البديل في أول لمساته، تغير حياته، تحلي حياته على أرض الملعب. كندوسي أحمد أمامنا، الكندوسي التقيل، النجم الكبير، يسدد كرة تخبط في العرضة ترد في ظهر محمد مجدي وتروح في الشبكة. ما هي ما تجيش غير كده، ما هي التصويبة دي لازم تبقى في المرمى، والحظ بيقف إلى جوار المجتهد، هو كندوسي هو اللي حط صاروخ اللي يشوفه يدوخ. طبعا طبعا يا ولد يا ولد، أحمد كندوسي صاروخ في العرضة تساعد في ظهر محمد مجدي، والهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا هنا مع الدقيقة 48 من عمر المباراة، الدقيقة الثالثة من بداية أحداث الشوط الثاني، الهدف الثاني، هدف تعزيز الأفضلية والتأمين للتفوق سيراميكا كليوباترا. هو كيلفن أكيمولا تتحط إياب سمير، يلف العرضية، محاولة الرأسية هنا ولسه ولكن ما شافش الكورة، لف حوالين نفسه، تأمنت من الخبرة رجب نبيل، كان هنا كيلفن أكيمولا علشان تتحول الكورة. إيه القرار؟ هنتابع، ممكن يبقى فيها فار، هل فيها لمسة يد؟ ممكن يبقى فيه ركلة جزاء، هنتابع، لو فيها ركلة جزاء وقدر إنه يسجلها الداخلية هيولع الدقايق اللي جايه، هتبقى قمه النار والشرار، ديربي على وضع الاشتعال، ديربي قاهري على وضع الاشتعال، هنتابع. دقيقه 63 من عمر المباراه، وكلام فيما بين محمد معروف احمد جمال حكمي الفيديو الاول والثاني، قال لك في فار، محمد عباس قبيل اترمت الكوره في ملعبه دلوقتي، محمد معروف واحمد جمال قالوا له لا استنى واتأنى وتعالى بص على الكوره في الشاشه وخد قرارك على ارض الملعب. هنتابع الصورة اللي جاية لنا دي، صورة الفار، لكن إعادة الكرة طبيعية لا، ده بقرار من لجنة حكام، في لمسة يد طلع من أعلى نقطة، الراجل كان عالي وخد كورته من أعلى الأسفل، الرأسية كانت بتاع كيلفن أكيمولا، مع الدفاع هنا رجب نبيل عبد النبي، رجب نبيل أهو إيده مفتوحة، إيده في طريق الكرة، إيده مكبرة جسمه، إيده حرمت إن الكرة تروح في مسارها الطبيعي جهة القائمين والعرضة. أعتقد إنه قرار محمد عباس قبيل هيكون باحتساب ركلة الجزاء دلوقتي للداخلية، هتولع الجيم على أرض الملعب، هتولع المباراة، هتبقى قمة النار والشرار، ولو اتسجلت هيبقى كل الاشتعال. هياخد قراره محمد عباس قبيل بعد ما ترامت الكورة في ملعبه كحكم صحة من محمد معروف حكم الفيديو ومساعده أحمد جمال. رجب نبيل طلع مش باصص، مش عارف ايده راح فين، لكن مكبره جسمه وفي سكه الكوره، شوف قبضه ايد رجب نبيل في سكه الكوره اللي طالعه من راس كيلفن أكيمولا، وكانه بيرد عليا كيلفن أكيمولا، قال لك يا راجل انا شغال برضو على ارض الملعب، انا اهو هعمل حاجه حلوه وحاله حلوه على ارض الملعب. خد الانذار رجب نبيل كاول الانذارات اللي بنتابعها في تشكيله او فيما بين لاعبي نادي سيراميكا كليوباترا، مع ركله الجزاء طبعا، وكان واضحه وصريحه علشان تبقى ركله جزاء جديده تحتسب في الدوري في هذا الموسم، ما قبل مباراه النهارده كان 78 ركله جزاء بالركله اللي سجلها الاسماعيلي
بهدف محمد دسوقي كان هدف تاني في مرمى فاركو النهارده في مباراه الرابعه عصرا. دي ركله الجزاء اللي بتتحسب رقم 79 في الدوري. 57 اتسجلوا بهدف الاسماعيلي بهدف محمد دسوقي وركلات مهدره كان 21. هل تبقى ال 58 من ركلات جزاء منجزه مسجله ولا الركله رقم 22 الضايعه؟ الجمهور والمحبين والعشاق والجماهير والعمال والموظفين اللي بيحبوا الداخليه يقول لك اه تسجل نولع المباراه. هدف يجي دلوقتي حليها على ارض الملعب. هنتابع اول ما اشتغل كيلفن اكينولا بعد العرضيه لايهاب سمير من ناحيه الشمال لمسه يد رجب نبيل انذار ركله جزاء دلوقتي على ارض الملعب للداخليه. هنتابع الخبره صاحب ال 32 سنه ابن الجيش حارس مرمى سيراميكا كليوباترا الدولي محمد بسام في مواجهه الخبره معاذ الحناوي صاحب ال 34 سنه اللي كان عنده لقب الدوري مع الاهلي في 2007 2008. الاستوبر الحناوي معاذ يا ولد يا ولد يا ولد بهدوء كمان مره وبثقه الكبار الاستوبر قلب الدفاع يحط الكوره فاجمل صوره مطرقه من ركله جزاء موجهه وفي وقتها يخلص كره مش كرباج لكن توجع الشباك وهدف اول للداخليه مع دقيقه 66 من عمر المباراه. اذا يقلص الفارق يسجل هدف التقليص يعود الداخليه من جديد على ارض الملعب. كره في قلب الملعب توصل هنا عند محمود صابر يطلع كورته براسه تترد مره ثانيه كوندوسي استلم وحطها سنده حلوه جول الهدف الثالث الهدف الثالث الهدف الثالث خلصها قتلهم خلصها يخلص وما يرحمش هدفه الثاني على ارض الملعب الهدف السادس ليه في هذا الموسم هو صديق اوجولا صديق اوجولا لكن ايه مش هو بس قطعته اللي تخليه ملك حتته الراجل ده اللي بيرقص معاه ده اوعى منه ده احمد كندوسي ولولا انه بديل في احداث الشوط الثاني شوف لمسته صناعته للعب تخليه ملك حتته شوف هي كنترول على الكوره بسنده بصناعه هدف يا ولد شوف لمسه ومقصوده اه مقصوده لانها ملعوبه طبعا ملعوبه يخدم على طيران صديق اوجولا لمسه واحده كلفتت ودت دفاع الداخليه في خبر كان وخلص وهو موجود في نفس المكان اللي سجل منه في الدقيقه 44 من الشوط الاول صديق اوجولا